السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الحلقة هذه تختص بتجارب أشخاص شفيات من أمراض وفوائد صحية مختلفة، استفادوا يعني بالفوائد الصحية مختلفة وشفيوا من أمراض مختلفة. أولا، شفاء رجل من صداع شديد وألم في الرأس ومشكلة الأعصاب والعصب السابع والقلق من انخفاض الوزن بشكل كبير خلال 3 أشهر. بارك الله بك دكتور فارس الحجري، صار لي تقريبا 3 أشهر أتعالج بالماء الساخن. قبل البدء بالعلاج كنت أعاني من صداع شديد وألم في الرأس وعندي مشكلة في الأعصاب والعصب السابع، ولله والله العظيم عندما أشرب الماء الساخن يذهب الألم وأتعافي، لكن يوجد مشكلة وحيدة في الماء الساخن بأنه يخفض الوزن بشكل كبير. الحالة التالية، شفاء مواطن عماني من الصداع النصفي وألم ركبة وقلة النشاط. أحسنت دكتور، الله يجزيك خير، غفر الله لوالديك، معلومات ممتازة عن ماء ساخن. أنا كنت أشكي صداع نصفي وألم بركبة وقلة نشاط، وعند المواظبة بجميع الأمراض اختفت والله الحمد ولله الحمد، يطول بعمرك. نحن ننقل الكلمات كما هي وردت من المستفيدين. الحالة رقم 34، طبعا هناك في حلقات نزلناها في مقطع اليوتيوب وتمشي على التسلسل. الحالة التالية اللي هي 33، تجربة تحسن مواطن جزائري من حساسية الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية والصداع والقرحة والقولون والتهاب المفاصل وآلام الأسنان خلال 10 أيام بواسطة العلاج بالماء الساخن ولله الحمد. السلام عليكم، بارك الله فيك دكتور، أنا من الجزائر وقد بدأت العلاج بالماء الساخن منذ 10 أيام تقريبا، ووجدت تحسنا ملحوظا حتى خلال الأيام الأولى من العلاج، علما أنني كنت أعاني من حساسية الجيوب الأنفية التي أرقتني وتسببت لي المضاعفات التي تعلمها، والحساسية الصدرية والصداع والقرحة والقولون والتهاب المفاصل وآلام الأسنان، وبإشراك الماء الساخن طبعا مع كمادات الماء الساخن وبخار الماء الساخن، سوف أجرب حتى الحمامات الطبيعية الساخنة للقضاء تماما على التهاب المفاصل، وأنا أثق في الله الذي من علمكم. دكتورنا الفاضل، بهذا الاكتشاف وسخرك لنا ودلنا عليه ليكون سببا في شفائنا بإذن الله، فالحمد لله. ثم شكرا جزيلا دكتور، وسؤالي لكم إذا تفضلتم، هل يعالج الجروح الداخلية فقط شربة أم هناك طرق أخرى؟ إضافة، فقط لقد جربته أي العلاج على الأطفال عند نزلات البرد والتهاب اللوزتين أو أي ألم سبحان الله تختفي في بدايتها، ولا بد من الكمادات والبخار ليكتمل العلاج، هام جدا والحمد لله. الحالة رقم 34، تجربة مواطن عماني مع العلاج بالماء الساخن في تحسين التنفس. دكتور وأستاذ فارس، أول شيء شكرا على الجهد والوقت الذي خصصته لنشر هذا العلم الذي كنت أنا أجهله، وكلامك سليم ومنطقي، وأنا أقول هذا عن تجربة الآن مرت أسابيع وأنا أتعب مثل السابق،
أشرب الماء الساخن وأشعر بشعور لا يوصف، فتنفسي أصبح قوي، ولا عندما أقوم بمجهود بدني، وسأحارب الماء البارد في الصيف، فهو عدو للجسم ويساعد على تجميد الدهون في الجسم. الآن علمت سبب التعب الشديد في الصيف بسبب الماء البارد الذي يخدع الإنسان ويعطيه إحساس بالبرودة في جسمه، ولكن في الحقيقة هو مضر للجسم بشكل كبير. أنا لا أجامل وأقول هذا الكلام عن تجربة، التجربة خير برهان، والمثل بأنك أعطيتني طاقة خارقة لا توصف. يقول: لا تحكم حتى تجرب. ولا أبالغ عندما أقول بعلمك. احترامي وتقديري لك أستاذي العزيز، وتقبل فائق احترامي. طبعا هذه أردنا فقط أن قدم بعض التجارب الذين استفادوا، كما ارتأيت بالشفاء من أمراض متعددة وحتى أمراض مستعصية، وفوائد الصحية متعددة. ونشكر الله تعالى وتوفيق نرجو منكم جميعا. هنا ما كملنا هذه الحلقة، خلينا نكمل التجربة الأخيرة، وهي تعتبر الأخيرة. لا أنت هنا، نخليه في الحلقات القادمة. ونرجو من جميع التكرم بالإعجاب والمشترك، لمن الذي لم يشترك، ونشر القناة، نشر الفيديو، حتى نرى عالم أفضل يستفيد بفوائد صحية والعلاجية لهذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعكم أنا الآن أتناول كأس ماء ساخن درجة حرارة 50 درجة مئوية، ومواظبة كاملة بالكامل بشكل يومي 3 لترات 6 كؤوس من هذا الماء الساخن يوميا بحد الأدنى، وفق التوزيع المحدد والتوقيت المحدد. بارك الله فيكم. الحمد لله.